يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يلبس بعض من الطلاب في المدارس يلبسون الأساور التي في اليد والخيوط التي فيها شيء من الجلد، وعندما ننهاهم عنها ونأخذها منهم يقولون نحن لا نعتقد فيها الشفاء ولا نستدفع بها العين ولا نقصد التشبه بالكفار، بل يعجبنا شكلها فنلبسها لذلك، فما حكم هذا الكلام؟ هذا كلام باطل. نحن لا نقول كذا، لا نقول كذا، ما يفعل هذا. هذا ما هو من لباس الرجال، هذا من لباس الكفار أو من لباس النساء، فهو متشبه على كل حال، إما في الرجال وإما في النساء. أما إن اعتقد فيها فهذا أشد، هذا أشد، وإلا فهي ممنوعة للذكور، لا يجوز هذا. ولكن عليكم بإبلاغ المدير والمسؤول عنهم، أبلغوا من ترون عليه هذا، أبلغوا عنه المسؤولين في المدرسة. نعم.